استعداد انك تعمل اي حاجة اي حاجة عشان تنفخ بطنك والسلام. يمكن تحس بالشبع. يبقى ما تعرفنيش يا ميجو. انا كل اللي انا فيه ده كان سبب ورصة جوع. بس الفرق اللي بيني وبينك ان انا مفيش طوق ملفوف حوالين رقبتي. والنبي ما تحسسنيش انك بتتكلم مع كريم ابن اختك. مفيش مخلوق اتخلق على وجه الارض دي مفيش طوق حوالين رقبته. بس في ناس بتختاره بمزاجها وناس بيتلف لها غصب عنها. كلامك حلو يا ميجو. الله، مش كلامي لازم يبقى حلو. بس احنا بقى محتاجين نكمل الكلام ده في حته تانيه. يلا يلا نركب العربيه الجميله اللي انت بتحبها. اه ماشي يلا. يا دودو، ايه ده، احنا هننام بدري ولا ايه؟ الساعة بقت واحدة. يعني هو بدري جدا على فكرة. ليليا، هو احنا هنفضل كده؟ مش فاهمة قصدك ايه يعني؟ لا انت فاهم. هنفضل كده متجوزين مع وقف التنفيذ؟ ليليا، أنا بحبك. بحبك وكل أملي من الدنيا إنك تحبيني خمس الحب اللي بحبه لك. أحبك كفاية عليا أوي وكتير كمان. كل اللي عايزه إنه أشوف في عينك لمعة حب. أسمع منك كلمة بحبك. مكالمة في الوقت ده محظوظ انا. اي مين؟ رحيم؟ مين اللي معاه؟ لا 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 لا، ما تبلغش البوليس، انا نازل وهتصرف انا. يلا رحيم. هنا داليا، مهما حصل ما تحركش من مكانك هنا، فاهمة؟ في ايه؟ انا قلت ما يصحش اجيلك بيتك متأخر كده ويدي فاضية. ايه؟ مش عارف مين ده؟ ده ماجد. ماجد محسن. ميجو. اسف، ميجو. انت بتقول ايه؟ ومين ده؟ انت مين يا ابني؟ انا مين ايه يا عماد بيه؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا ميجو، ده احنا دفنينه سوا. بص الصراحة انا لبستك، انا اسف. الشهادة لله، هو بيحبك قوي. هو في الأول قاعد يلف ويدور ويقولي شعر، مش كده يا ميجو؟ أيوه. بس في الآخر بقى جه معايا سكة وقال لي على كل حاجة. اتفضل عماد، في إيه؟ اطلعي فوق يا داليا. إيه؟ هو أنت مش عايز مدام داليا تسمع اللي بيتقال؟ قول لهم يا ميجو على اللي قلتهولي. رحيم، اللي بيني وبينك داليا مالهاش دعوة بيه. مين الراجل ده؟ وعايز إيه؟ ما تتكلم يا ماجد، قول لمدام داليا ايه اللي وداك الاسم في اليوم اللي بعت لها فيه الموبايل في الحجز. نسيت اعرفكم ببعض، الاستاذ ماجد محسن شغال في مصنع الاستاذ عماد، مسجل سرقه بالاكراه وبلطجي وديلر على قده. ولما سالته انت اللي قتلت لاميا قال لي لا، قال لي ان الاستاذ عماد كان هو اللي ورا قتل لاميا. انا مش فاهمه حاجه، انت تقصد ان هو اللي داليا؟ انت لو ما مشيتوش من هنا دلوقتي انت وهو انا هقتلكم. عماد انت اتجننت ليه؟ ايه الجنان في كده؟ مسجون سابق ومسجل خطر بيهجموا عليا في بيتي، ده حتى القانون في صفي. ايوه بس انا عايز افهم، انت كنت بتعمل ايه في الاسم؟ انت اللي دخلت لي الموبايل؟ يعني عماد هو اللي بعتك؟ ايوه. بقول لكم ايه يا بهوات؟
بقول لكم ايه يا كبارات البلد؟ محدش فيكم يتحرك لحسن والمصحف. اقطع لكم الرقبه البيضه الحلوه دي. انا كل اللي انا عاوزه ان انتوا تخرجوني من مشاكلكم، عشان هي معروفه معروفه قوي. الكبار لما بيضربوا في بعض مفيش غير احنا بس الصغيرين اللي بنتسحل وبنشيل الليله كلها. ايوه انت كنت بتتصل بيا، انا مستحيل انسى صوتك. ايوه يا دكتوره انا اللي كنت بتصل باوامر من عماد بيه، مش كده يا عمده بيه؟ ها عمده بيه يقول لي اتكلم، ميجو يتكلم، اشتري بودره ميجو يشتري. ها من الاخر عماد بيه هو اللي ملبسك القضيه كلها. يلا بقى. طب اهدى اهدى يا ماجد، اهدى وشوف انت هتأذي مين دلوقتي. عارف عارف يا رحيم بيه، عشان كده بقول لكم خرجوني من مشاكلكم دي. انا كل اللي انا عايزه ان انا الحق اصرف لي الكام الف جنيه اللي انا خدتهم من عماد بيه، بعد كده بقى اعيش اموت مش فارقه معايا، المهم ان انا الحق اتمتع بالفلوس ولازم اخرج من هنا سليم. يا عماد هو اللي حطنا المحضر يا دنيا، مش وقته، انا بحكي لك كل حاجه بعدين. هتقلعوا المصعد. ماجد 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 افهمني افهمني دلوقتي. سبب مشاكلنا انا وانت رحيم، يعني لو قتلته هتتحل مشاكلنا. شوفوا انا وانا بحبه بس ماشي. يا قلبي داليا؟ ماما مالك يا حبيبتي؟ في ايه داليا؟ مالك بس يا حبيبتي؟ حاب؟ ازيك يا حاب؟ لما ضاقت بيها الدنيا ما لقيتش حد اقدر اكلمه غيرك انت. وانا عملت باصلي وجيت لك يا سيد. اتفضل. ايه؟ ماشي على طول كده؟ خسرت كل حاجه يا حاج. كل حاجه. حتى جهاد. الواطي لما عرفت باللي حصل لي لقيت اخوها الواطي بيكلمني وبيقول لي انها سابت الشقه وعايزه تتطلق. شكلك زعلان عليها قوي. انت اللي عملت في نفسك كده يا سيد، رخصت نفسك مع اللي يسوى واللي ما يسواش، مع اني حاولت اعمل منك حاجه بس انت صممت تكون ولا حاجه. حقك حقك تبكيتي فيا زي ما انت عايزه، بس عايزك تعرفي انا اتجوزت بسببك. اه كنت عايزه اغيظك واغيظ اهلك وخلاص، وانت فاهمه الحال. انا لولا كده عمري ما افكر اتجوز عليكي ابدا. بتغيظني؟ بتغيظني انا بعد كل اللي استحملته منك السنين اللي فاتت دي؟ بتغيظني انا يا سيد؟ على فكره بقى انت اللي تعب نفسك بتجري ورا حاجات عمرك ما هتوصل لها. قول لي وصلت لايه في الاخر؟ قول لي. مش عايز حاجه دلوقتي غير ان انا اولع في عماد ورحمه امي، ما انا سايبه في الاول رحيم ودلوقتي عماد. هو في ايه؟ انت ايه ما بتزهقش؟ حابب طول عمرك تعيش في حرب مع البشر؟ طب لحد امتى يا سيد؟ لحد امتى ويا ريتك بتكسب؟ على طول خسران. عارف بقى لولا ان انا باقي على العشره وانك ابو عيالي ووقفتك معايا زمان كنت خسرتني انا كمان يا سيد. لا انت الخساره اللي معرفش اعوضها رحاب. يا سلام بتقول كده بعد كل اللي عملته معايا يا سيد؟ حقك عليا. طب بص بقى يا سيد، لو انت بجد مش عايز تخسرني كفايه قوي لحد كده، ارجع بقى لبيتك وعيالك، وده آخر كلام عندي على فكرة. حاضر حاضر يا حاج. خلاص بقى.
سالت منها ابن الايه. عمل ايه؟ هو اللي بلغ البوليس بنفسه وقال في النيابه ان الواد دخل عليه بغرض السرقه والقتل. قال ايه؟ عشان كان عاوز يطرده من المصنع. وما قالش عني حاجه؟ ولا كلمه. وطبعا شهاده كل اللي موجودين في الفيلا اكدت كل كلمه قالها، ان الواد ماجد كان لوحده جوه الفيلا. بس ده كان كده ممكن يلبسك قضيه. واللي انا مستغرب له ان كاميرات المراقبه اللي موجوده جوه الفيلا اكيد صورتك وانت داخل بالواد. وطبعا قال لهم ان الكاميرات ما صورتش حاجه. بس انا عاوز افهم هو عمل كده ليه؟ عشان هو عايزني ابقى بره، مش عايزني ادخل السجن. ليه؟ اكيد بيحضر لي